السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا. أهلا بيكم في قناتي ماما في المطبخ. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب اشتراك القناة وانفعل زر الجرس عشان يوصلي كل جديد من فيديوهاتي إن شاء الله. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملنا في الفيديو ايه النهاردة. النهاردة عملنا سبونج لتورتة مقاس 20×20. يلا بينا نشوف المقادير والخطوات مع بعضينا. 6 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، ونص كوباية من المية، ومعايا كيس فانيليا، ومعايا نص كيلو من دقيق الاسبونش الجاهز، ومعايا معلقة خل بتعمل بنحطها علشان تبقى محسن للاسبونش. لو عندك محسن جل حطي معلقة صغيرة، مش عندك حطي معلقة خل، وحطي برضو رشة الملح اللي بتعادل الطعم، ونشتغل فيها على طول. يبقى دلوقتي احنا عملنا 6 بيضات عليهم كيس من الفانيليا، عليهم رشة الملح، عليهم نص كوباية من المية، عليهم معلقة الخل عشان تعمل كمحسن، وهنحط على طول دي الاسبونج الجاهز بنشتريه من عند مستلزمات الحلواني. بتقولي له عايزة نص كيلو دقيق اسبونج فانيليا، ياريت بس يكون نوع كويس. تمام، انا هنا اشتغلت بجولدن بيك. ابتديت بقى نضرب كل المكونات مع بعضها. لو عندك زي ما قلت لك كده هوت المحسن الجل حطي منه معلقه. انا لقيت المحسن الجل عندي لونه غير، لونه بقى ابيض. طالما لونه بقى ابيض زي الكريم كده ما بقاش ينفع، هيبوظ الكيك معايا. لكن لو انت عندك شفاف خالص، لازم يكون شبه الفازلين كده شفاف، بيبقى ناجح وبيبقى تمام معاكي. وزي بقى ما تعودنا في كل فيديوهاتنا نذكر الله، الله أكبر والحمد لله وسبحان الله، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كده الخليط معانا بقى تمام، اتضاعف حجمه وتقل بالشكل ده وبقى شكله كريمي كده، نجح معايا وبقى مية مية. طبعا انت قبل ما بتشتغلي بتكوني مسخنة الفرن على درجة حرارة 180، تمام، وتكوني مظبطة الصاج بتاعك. الصاج بتاعك يكون 30×40، بتكوني مظبطاه، حطاله مثلا نقطة زيت او نقطة زبدة، النقطة اللي عندك مثلا، وحطي عليها ورقة الزبدة علشان خاطر تثبتيها في قلب الصاج بالشكل ده، وحطي على طول الخليط ودخليه على فرن مسبق التسخين، يعني يكون ساخن ودرجة الحرارة محققها. ابدأي شغليه قبل ما تشتغلي على طول. هتحطيه بقى، هتنزلي الخليط وهتسويه بسباتولا او بمعلقة، شوفي امكانياتك، وهنخبطه خبطتين ونحطه في قلب الفرن. هيقعد معاكي بالظبط ربع ساعة، ما تطوليش عليه اكتر من كده، يعني 15 دقيقة، ما تطوليش عليه اكتر من كده. هتشغلي عليه وهتسيبيه ربع ساعة، وبعد كده هتبتدي تطلعيه وهنشوف مع بعضينا هنعمل فيه ايه. دي تنفع مقاس 20×20، ليه؟ لان هو 30×40، فهتعمل معاكي 3 طبقات عاليين جدا وممتازين جدا جدا. عايزة تقللي الاسبونش قللي عادي، لو انت عايزة تعمليه 375 جرام سوري، هتاخدي عليهم 4 بيضات وعليهم 3 كوباية من المية، وهيطلع معاكي نفس النتيجة. ده لو انت مش عايزاها سمكها عالي قوي، بس هي برضو هتطلع معاكي 3 طبقات. تمام كده، انت بتعملي بقى حاجة في بيتك، بقى حاجة لولادك لازم هتخدميها ولازم هتعمليها حاجة كويسة قوي، يعني بروفيشنال، ومش مش هيهمك التكاليف بتاعتها. بالعكس والله، يعني انا كمان لما تيجي تشتريها من بره المقاس ده انا بشتريها ب150 جنيه والله. فانتي عشان تعمليها في البيت وما تكلفكيش غير مثلا بكتيرك بكتيرك 40-50 جنيه، يبقى انتي كده وفرتي 100 جنيه. كده هي طلعت بعد الربع ساعة بالظبط، قفلت عليها بقى بورق زبدة علشان اشيل الطبقة الخارجية اللي عليها، وحطيت عليها فوطة علشان تطلع القشرة بتاعتها، وقلبتها بقى علشان اشيل القشرة التانية، الطبقة بتاعت الظهر. شايفين ناجح وطالع ابيض وفاتح زي الكيك الشيفون بالظبط. شايفين الجمال، شكله وطعمه هايل بجد، تحفة تحفة تحفة. هبقى نزلك برضو بقية الفيديو علشان خاطر تشوفي زي انتهى ازاي، هنزله ان شاء الله الفيديو الجاي. اخلصه بس وهنزله على طول. دلوقتي بقى انا بشيل الطبقة دي ما بيبقاش ليها اي لازمة،
هي برضو طرية، خلي بالك مش ناشفة خالص، بس انا ما بيبقاش ليها اي لازمة، لازم بتتشال. بتحكيها كده هو بظهر سكينة او بايديكي بتفركيها، بيبقى تمام، بتطلع معاكي كده. بقت تمام. هقلبها الوش التاني علشان خاطر برضو هشيل منها الطبقات التانية، بتبقى ملزقة بقى شوية، الوش بيبقى ملزق فلازم بيتشيل. دي القاعدة. أنا كان عندي كرتونة قديمة حطيت عليها ورق فويل، استخدمت الحاجات اللي إيه اللي عندي. تمام، المنتجات اللي عندك استخدميها. دلوقتي ابتديت أقطعها. هقطع الأول الكيك على 4. قطعت الأول 20 في 20 و20 في 20، والعشرة اللي فاضلة قسمتها برضو 10 و10. تمام كده هوت. انا مش عارفه والله الكادر بعد ما بيبقى واسع وجميل، ما يا ريت حد يقول لي. اول ما ابتدي على طول اعمل فيه المونتاج ابص الاقيه ضاق بالمنظر ده، يعني هو بيبقى قدام مني جميل جدا، اول ما ابتدي المونتاج يضيق على طول. مش عارفه لو حد يعرف السبب يا ريت يقول لي. كده هوت. انا شلت الطبقه برضو اللي هي طرية شوية، بتبقى الوش بتاعها بالشكل ده، وكملت برضو الباقي بالسكينة عادي خالص. تمام كده هوت. يبقى انا كده قطعتها 20 في 20 و20 في 20 و10 الباقي، يعني الطبقات اللي في النص الصغيرة دي هنحطها في النص، هتتدارى مع الكريمة، مش هيحصل اي حاجة ولا هيبان اي حاجة. كان طعمها بجد تحفة، شايفينها زي السفنجة، وطعمها جميل جدا جدا، وشكلها حتى هاشش كده وباين عليها. يعني يا رب اكون قلت لك كل المعلومات وكون فدتك ان شاء الله. اذا اي سؤال عايزة تسأليه سيبيلي في الكومنتات، وانا برضو هرد عليكي باذن الله، مش هسيبك محتاجة حاجة. شايفين؟ ما تشتريش بقى من بره، وداعا بقى للتورت اللي من بره دي اللي ملهاش لازمة، اللي احنا مش عارفين مصدرها بيبقى ايه. تمام كده. اعملي حاجة بقى لولادك حلوة، واشوفك في فيديو جديد، وان شاء الله اكون كنت خفيفة عليكم باذن الله. اشوفك في فيديو جديد. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.